السلام عليكم. أول تجربة اسأل مجرب. غدا النهاردة هنبدأ حلل الستانلس في الشوربة سخنة. هي يا جماعة الدخان طالع الشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. أكل طالع من الفرن يا جماعة، الدخان اهو زي ما انتوا شايفين. رز معمر بالخرطة، رز معمر حلو. غدا النهاردة تابر وير مع تابر وير، احلى اكل في الدنيا. رز معمر اهو يا جماعة، محمر وشه وزي الفل، بالقشطة بالزبيب بجوز الهند يعني وعسل. ادي رز بالخلطة، طبعا انا ما سبتوش الوش يتحمر، لكن الفرخة في النص لو باينة اهي، فرخة ومعها رز بالخلطة والشوربة ستانلس تابر وير. اكل مختلف مع تابر وير. بالهنا والشفا لأهل بيتي، ده مطبخي وده غدا النهاردة. اتفضلوا معانا.